بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا شباب هنتكلم عن الميديكال. فاحنا عندنا الميديكال بروتوزولوجي هيبقى concerning with بروتوزوا of medical importance. ايه هي البروتوزوا؟ بروتوزوا are unicellular organisms، يعني هي الكائنات وحيدة الخلية، جسمها عبارة عن single cell. Each protozoan performs all functions of life، يعني بالرغم ان جسمها عبارة عن خلية واحدة الا انها بتقدر تقوم بكل وظائف الحياة، من تغذية لإخراج لتنفس. The protozoan is made of a mass of protoplasm، يعني جسمه عبارة عن كتلة jelly like. طيب الكتلة دي اللي هي البروتوبلازم أقدر أميز فيها حاجة؟ بقدر أميزها إلى cytoplasm and nucleoplasm، يعني cytoplasm و nucleus. The cytoplasm consists of outer thin hyaline ectoplasm and inner voluminous granular endoplasm. يبقى cytoplasm هلاقي ليه طبقة خارجية رقيقة ودايما بتبان تحت الميكروسكوب شفافة، ودي اللي هي external cover اسمها ectoplasm. أما الطبقة الداخلية فبتكون كبيرة ودي اسمها endoplasm، ودي اللي هتحتوي على nucleus وحاجات تانية هنشوفها دلوقتي. تاتروفوزويت وده cyst، دي ال stages of life cycle. معظم البروتوزوا هنلاقي ليها طور نشط اللي هو بيعمل الديسيز، بسميه تروفوزويد، او بيسموه الفيجيتيتيف فورم او الطور الخضري. اما السيست او الطور الكيسي ده اللي هو بيبقى دورمننت ستيج او كويسنت ستيج او طور خامل، وده هو الانفكتيف ستيج عاده. طيب نشوف بقى كده تفاصيل اكتر عن التروفوزويد وعن السيست. نبدأ بالتروفوزويت يا أولاد. هنا السيتوبلازم is concerned with metabolism and encloses food vacuoles. ممكن ألاقي جوه الاندوبلازم ألاقي vacuoles بتبان تحت الميكروسكوب دوائر بتبقى لونها أبيض، جواها بقى الفود أثناء الدايجيشن. طب حصل له دايجيشن خلاص، مبقاش اسمها food vacuole، بقت شايلة الويست برودكتس، بقى اسمها excretory vacuole. هل ممكن اشوفهم simultaneous في نفس الوقت؟ طبعا ممكن اشوفهم، يعني food vacuole قديمة اصبح اسمها excretory vacuole وfood vacuole جديدة، فتلاقي جوه الاندوبلازم في نوعين من الفاكيولز، في الfood vacuoles وفي الexcretory vacuoles اللي هي collect wastes و discharging them to the exterior، بتجمعوا وتنفجر عند الاكتوبلازم فتطلعوا بره جسم البروتوزوم. ممكن كمان أشوف volutin granules، ودي عبارة عن stored food in the form of، هيخزن الأكل بتاعه على هيئة إيه؟ على هيئة carbohydrates اللي هتظهر تحت الميكروسكوب على هيئة glycogen vacuoles، ودي بتبقى دوائر فاضية. لو حطيت drop of iodine على الكفر بتاع السلايد بيصبغها باللون البني. طيب ايه تاني غير الكربوهيدرات بيخزن بروتين؟ بتظهر ازاي تحت الميكروسكوب؟ بتظهر على شكل كروماتويد بادز، ودي بتبقى سيجار شيب ولونها بلاك. ممكن اشوف ايه تاني في الاندوبلازم؟ هشوف النيوكليس. بروتوزوا ار كلاسيفايد اكوردنج تو تايبس اوف اورجانز فور لوكوموشن انتو. طيب يعني ايه الاورجانز اوف لوكوموشن يا اولاد؟ يعني اعضاء الحركه. يبقى انا هقسم البروتوزوا على حسب نوع عضو الحركه. طب بعد ما اقسمها على حسب نوع عضو الحركه هرجع اقسمها تاني، هقسمها تاني على حسب الهابيتات بتاعها في جسم الانسان. فلو احنا خدنا الكلاسيفيكيشن الاولانيه اللي هي according to organs of locomotion هلاقيها بتنقسم الى اميبا، ودي نوع من انواع الرايزوبودا، وبتتحرك بالاقدام الكاذبه، بتتحرك بالسودوبوديا،
والسودوبوديا دي بتبقى اكستنشن من الاكتوبلازم اللي هي الطبقة الخارجية من السيتوبلازم. وفي عندنا فلاجيليتس اللي هي بتتحرك بالأصوات، وفي عندنا سيليتس اللي بتتحرك بالأهداب، وفي عندنا ايبي كومبلكسا اللي هي ما بتتحركش خالص، ملهاش organs of locomotion. وبنبدأ طبعا بالأميبا. الأميبا لو جيت بقى أشوف التقسيمة التانية اللي هي على حسب الهابيتات، هلاقي في انتستاينال وفي فري ليفينج وبكل وكوبروزوك. الانتستاينال أنواع كتيرة جدا، بيهمنا منها الانتاميبا هيستوليتيكا. ليه بيهمنا منها الانتاميبا هيستوليتيكا؟ اللي هي only pathogenic، الباقي كله بيبقى commensal في اللارج انتستين. الفري ليفينج بتأفكت الهيومن بينج وبتعمل ديسيز في الهيومن، عشان كده لازم نعرفها، اللي هي النجلاري فولاري والأكانثا أميبا. البكل انتاميبا جنجيفاليس، ودي بتبقى بوتنشالي باثوجينيك، موجودة في البكل كافيتي أو في الماوس في الناس اللي عندهم باد أورال هايجين. كوبروزوك دي زي السابينيا ديبلويدي، ودي كونتامينيت السوليوشنز في المعمل، ممكن باسنج من الماوس للإينوس without affection of human being، فبقول عليها فوس باراسايت او كوبروزويك اميب. تاني نوع الفلاجيليتس، ودي تتحرك بواسطة الفلاجيلا، والفلاجيلا بتظهر قدامنا زي ما انتوا شايفين عاملة زي الخيوط. في عندنا انتستاينال، والاونلي باثوجينيك في الانتستاينال هي الجيارديا لامبيا، هناخدها بالتفاصيل. وفي البكال ترايكوموناس سيناكس، وفي اليوروجينيتال زي ترايكوموناس فاجينالس، وفي البلاد فلاجيليتس لما بشوف بلاد فيلم بفحصه بيبقى فيه باراسايتس موجودة جوه الار بي سيز او جوه الماكروفاج، دي بقول عليها انتراسيلولر. وفي باراسايتس بين السيلز وبعضها وبين الكورباسلز وبعضها، دي بقول عليها ايه، دي بتبقى اكسترا سيلولر. طيب عندنا البلاد فلاجيليتس يا ولاد نوعين، الانتراسيلولر موجودة جوه الماكروفاج لأنها بتعيش في الريتيكل انسيليان سيلز زي الليشمانيا، والاكستراسيلولر زي التريبانوسومز. النوع الثالث سيليتس، جسمها كله بيتغطى بالسيليا أو الأهداب، وده اكزامبل واحد وبيعيش في الانتستين اسمه بالانتيديوم كولاي. النوع الأخير اسمه ايبي كومبلكسا أو اسبولوزوا، ويسموه كده علشان في ايبيكال استراكشر موجود في البروتوزوم بيتشاف بالالكترومايكروسكوب، وده بيبقى اوبليجيت انتراسيلولار باراسايت نو فري ليفينج فورمز، دي ملهاش اورجانز اوف لوكوموشن، يعني لا في سيليا ولا في فلاجيلا. البارازيتك فورمز مختلفه شويه يا اولاد عن بقيه البروتوزوا، يعني في البروتوزوا اللي احنا هندرسها هنلاقي ان الفورمز هو التروفوزويت والسيست عاده، لكن هنا الفورمز بيبقى سبوروزويت او ميروزويت او اووسيست. نبدا بالانتاميبا هيستوليتيكا، نشوف الاسم ليه دلاله ولا لا. انت يعني انتستين، واميبا يعني انتاميبا، وهيستو يعني تيشو، وليتيكا يعني ديزولف، معناها الاميبا اللي بتدوب التيشو، وهنفهم لما نشوف الباثولوجي بتاعها التسميه دي جت ليه. المورفولوجي there are two species of انتاميبا، في عندنا نوع باثوجينيك اللي هي الهيستوليتيكا، من الهيستوليتيكا في سترين يعني نوع من داخل الهيستوليتيكا، نوع من الهيستوليتيكا بس نون باثوجينيك، فخد اسم تاني سموه انتاميبا ديسبار. ازاي اكتشفوه؟ بالانزيم الكتروفوريسيس وبدراسة الدي ان ايه، وجدوا ان في نوع من الهيستوليتيكا نون باثوجينيك فادوله اسم تاني عشان يفرقوه بينها وبين الهيستوليتيكا، سموها انتاميبا ديسبار. طيب عندها ايه في المورفولوجيكال فورمز؟ عندها تروفوزويت وسيست. نيجي على التروفوزويت، في اليومن فورم اللي هو الماينوتا، ده السايز بتاعه بيبقى 10-20 مايكرون، وبيبقى موجود في اللارج انتستين ككومنسل، وده في الصورة اللي فوق.
لو دققنا في الصورة اللي فوق دي هنشوف النيوكليس. النيوكليس بتاعت الانتاميبا ليها سنترال سمول كيريوسوم وفي بريفرال كروماتين اوف ريجولار سايز اند ديستريبيوشن بيبقى موجود على الانر اسبكت اوف نيوكليير ميمبرين وبينه وبين الكيريوسوم في فايبرز فبتدينا شكل عجلة الكاريتا. عشان كده اقول نيوكليس اوف انتاميبا هيستوليتيكا از كارتويل ابيرنس. اول ما اشوفها تحت الميكروسكوب بالشكل ده اعرف ان دي على طول انتاميبا هيستوليتيكا. في نوع تاني من التروفوزويت اسمه التيشو فورم او الماجنا فورم، ده اكبر بكتير بيبقى السايز بتاعه من 20 ل 40 مايكرون وده باثوجينيك في الصوره اللي تحت. لو لاحظتوا في دوائر سودا كتير يا اولاد جواه دي اللي هي الار بي سيز، لان هو بينخرب في التيشو ويحفر في التيشو عنده فاجوسيتيك اكتيفيتي وبياخد بيبلع الايه الار بي سيز والفراجمنتس بتاعت التيشو. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن كوزموبوليتان معناها وورلد وايد او متوزع على جميع انحاء العالم بس طبعا انديميك ان ايجيبت. الديسيز اللي بتعمله الانتاميبا هيستوليتيكا بتعمل اميبيزيس، اميبيزيس او بسميه الاميبيك ديزنتري اللي هو مرض الزحار الاميبي او الديسنتريا الاميبيه. طيب التروفوزويت يا ولاد هيتحول الى السيست بس مش بتحول فجأة كده، يعني احنا عندنا في الهيومن بينج الطفل مش فجأة بتلاقوه بقى راجل، يعني بيمر برضو بمراحل لحد ما يكبر. هنا التروفوزويت هيدي البري سيست ستيج، يعني التروفوزويت يبدأ يلم بقى السودوبوديا بتاعته ويبدأ ياخد الشكل الراوندد علشان يهيئ نفسه انه هيبقى ايه، انه هيبقى سيست. طب السيست سيست بيبقى راوندد وبيبقى ريجولر، بيبقى كوين لايك زي الجنيه كده المعدن. السايز بتاعه بالديامتر ديامتر من 10 ل 18 مايكرون. اول سيست بيظهر لي بيبقى في نيوكليوس واحده بقول عليه يوني نيوكليت سيست. بعد كده النيوكليوس تنقسم فيدينا الباي نيوكليت سيست وينقسم تاني فتدينا الكوادري نيوكليت سيست اللي فيها 4 نيوكليوي وده هو الماتيور سيست اللي يقدر يعمل انفكشن للهيومن بينج. لاحظوا جوه السيست هتلاقوا الستورد فود اللي احنا قلنا عليه البروتين جرانيولز، شايفين الجلايكوجين فاكيول البيضه وشايفين السيجار شيبد كروماتويد بادز اللي هو ريبريزنت البروتينز. طيب نشوف اللايف سايكل الهابيتات. large intestine of man mainly cecum and sigmoidorectal region. ليه ازاي يعني المكانين دول بالذات هما اللي affected؟ طبعا عشان في sluggish movement of fecal matter في المكانين دول، فيعني الفضلات بتبطأ شوية وهي واخدة طريقها عشان تخرج من الجسم بتبقى بطيئة في حركتها في المكانين دول، فبالتالي بتدي chance للتروفوزويد بتاع الانتاميبا انه يلزق على الميكوزة ويعمل الليجن بتاعه. عشان كده دايما الليجن بتاعها هلاقيها في السيكم وفي السيجمويدوريكتال ليجن. طبعا الدياجرام ده بيورينا اهو السيجمويد كولون والريكتم والسيكم. الانفكتيف ستيج هنا هي كوادرينيوكليت سيست. المود اوف انفكشن eating raw vegetables زي السلطة، طبق السلطة الخضراء معمول بالخضار والخضار ده ممكن يبقى عليه السيست بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا، او واحد شرب والمية فيها انتاميبا هيستوليتيكا سيست. ازاي مية الشرب يبقى فيها الانتاميبا هيستوليتيكا سيست يا ولاد؟ لو فكرنا كده هي موجودة فين السيست ده؟ بينزل فين؟ بينزل في الهيومن ستول. طب يعني معنى كده لو مية الصرف الصحي المواسير بتاع الصرف الصحي حصل كده ايه، ان المواسير بتاع الصرف الصحي مش كويسة، مفيش شبكة صرف كويسة، فمية الشرب اختلطت مع مية الصرف الصحي، سهل جدا ان مية الشرب يبقى فيها السيست اوف انتاميبا هيستوليتيكا وتتنقل عن طريق الدرينكينج ووتر. فلايز، فلايز يعني الذباب، الذباب ممكن ينقل انتاميبا هيستوليتيكا. طبعا هو بيقف على الستول بتاع الهيومن
بيعلق في الشعر بتاع جسمه، في رجليه، في الماوس بارتس، السيست بتاع الانتاميبا، يروح يلاقي اكل او شرب مكشوف هيقف عليه، السيست هينزل في الاكل او الشرب برضو يعمل انفكشن. فود هاندلرز اللي هم الناس اللي بيقدموا الطعام للجمهور، ودول طبعا يعني ليهم دور خطير في نقل العدوى، عشان كده دايما تلاقي في المطاعم شهادة صحية بتشهد ان صاحب المكان ده خالي من الايه الامراض المعدية، او الناس اللي هم في المطابخ برضو بيعملوا لهم شهادات صحية. لو ايديه ملوثة بالسيست هينقل طبعا العدوى لكل الناس اللي هتاكل من عنده. فيكو اورال اللي هو الاوتو انفكشن، ده معناه ان واحد اوريدي مصاب، يعني هو مريض اصلا وعنده انتيميا سيليتيكا في الانتستين، فبينزل السيست في الاسطول، ما بيغسلش ايديه كويس بعد التويلت، بيبقى فيه كده فيلم من الاسطول اندر نيلز، خاصة في الأطفال في المناطق العشوائية مفيش جود بيرسونال هايجين، فبيحصل ان هو بيبلع السيست مع الاكل او الشرب، او في اطفال بيحبوا يعملوا ساكلينج كده للفينجر، تلاقي العيل حاطط صباعه في بقه كده عمال يمص في صباعه، دي من العادات طبعا الخاطئة جدا اللي ممكن تعمل اوتو انفكشن. ده اسمه يا اولاد اكسترنال اوتو انفكشن او فيكو اورال روت. الباثوجينيسيس، في عندنا انتستاينال اميبيزس، ده علشان يظهر سيمتومز ويحصل باثولوجي بتعتمد على عدة فاكتورز زي البارازايت فيرولنس. فيرولنس يعني باراسايت ده قوي قوته قد ايه، عنده ويبونز او عنده اسلحة بيهاجم بيها الجسم قوية ولا لا، والهوست ريزيستنس يعني الاميونيتي، الاميونيتي بتاع الهوست او العائل ده الاميونيتي بتاعته اخبارها ايه، والكونديشن اوف ذا انتستاينال تراكت يعني هل الكولون ده ديسيزد ولا الكولون ده هيلثي. الحقيقه يا اولاد هي عامله زي البالانس او زي الميزان، يعني لو الهوست ريزيستنس هي العلت يبقى كده هتأفكت الباراسايت، والباراسايت ما يظهرش منه اي سيمتومز ما يقدرش يعمل باثولوجي، اما لو الباراسايت فيرولنس هي العلت يبقى كده هيحصل ايه، هيحصل باثولوجي وهيحصل سيمتومز. فبالتالي ممكن يبقى نون باثوجينيك، الاقي الباراسايت موجود في اليومن اوف لارج انتستين والسيست باسنج في الستول، او باثوجينيك دي اللي هي الانتاميبا سيليتيكا، وكنا ادينا حتى النون باثوجينيك اسم تاني قلنا انتاميبا ديسبار. الباثوجينيك هنا التروفوزويت انفيد الانتستاينال ميكوزا، التروفوزويت بروديوس هيستوليتيك انزيمز، طبعا مش بس الهيستوليتيك انزيمز اللي هي السلاح بتاعه، لا في عنده حاجه اسمها اديهيجن مولوكيول بتخليه يلزق في الميكوزا باحكام، وفي عنده فاجوسيتيك اكتيفيتي كل ده بتخليه يقدر ان هو يهاجم الميكوزا ويقدر ان هو يحفر في الميكوزا، وده بيعمل نيكروزس للميكوزا، فده بيؤدي الى ulceration of the mucosa. الالسر بيبقى ليها شكل مميز يا ولاد، هنشوفها في الصورة دي، شايفين الالسر ليها نك طويلة، عنق طويلة كده ولها بيز عريض، عاملة شكل الايه، شكل الفلاسكا اللي كنا بنشوفها في معمل البايكيمستري، فقالوا عليها الالسر دي قالوا عليها فلاسك شيبد ألسر. عادة بيكون البيز بتاعها في نكروتيك تيشو، اما الايدج ففي التروفوزات. ده برضو شكل الفلاسك شيب اميبيك ألسر. في حالة بتحصل ككومبليكيشن للاميبيزيس اسمها اميبيك جرانيولوما او اميبوما. الاميبوما دي سويلينج تيومر لايك، بتبقى ماس فيرم نودولر with fibrous outer wall under edematous mucosa. دي develops on the wall of large intestine في مكانين معينين زي السيكم والسيجمويد ريكتال ريجون as a sequel to amoebic ulcer كنتيجة للrepeated ulceration.
يحصل ألسر ويحصل هيلينج فايبروزس ويحصل ألسر تاني وهيلينج فايبروزس and so on. نتيجة الـ repeated ulceration ده يا ولاد هلاقي فيه tumor like mass اتكونت. It occurs mainly in the cecum and rectosigmoid. Clinical findings pain, palpable mass, obstructive symptoms and hemorrhage. X-ray finding may simulate a bowel neoplasm. دايما بيحصل misleading كده او لخبطة او تتشخص على انها ايه، على انها tumor. extra intestinal amebiasis هنا زي ما احنا شايفين الصورة دي، ده الانتاميبوهيستوليتيك تروفوزويد بيعمق البيز بتاع الالسر، فيفتح خالص الالسر دي تتفتح يعمل اروجن لبلاد فيسل في البيز بتاع الالسر ويدخل الى السيستميك سيركيليشن، فبالتالي يقدر يوصل لأورجانز كتيرة. اهم أورجانز بيوصل لها الليفر، اللونج، البرين، ممكن كمان يوصل للسكين. في الاماكن اللي هو وصل ليها دي بيعمل ايه؟ عادة بيعمل ابسس زي مثلا اميبك برين ابسس، زي اميبك لونج ابسس، زي اميبك ليفر ابسس، زي سكين ابسس. اكسترا انتستينال انفيجن تو ذا برين تو لونج اور سكين بيحصل باي هيماتوجينس سبريد. يعني ايه هيماتوجينس سبريد؟ يعني بلاد سبريد، يعني ينتقل عن طريق البلاد، اور باي دايركت سبريد فروم برايمري لارج انتستينال ليجن. الدايركت ده بيحصل عاده في حاله السكين ابسس، يعني يحصل على طول دايركت سبريد من الانتاميبا هيستوليتيكا تروفوزويد يقدر يوصل للسكين ويعمل ألسر، او دايركت في حاله اللنج. يعني بصوا على الصوره كده على الدايفراجم ده هتلاقوا ابسس مرسوم في الليفر وفي اكستنشن طالع اللنج عامل ابسس ثرو دايفراجم، ثرو رابشر دايفراجم يطلع على اللنج ويعمل ابسس في اللنج، وده اسمه دايركت سبريد. يعني اللنج بيجي لها تروفوزويت عن طريقين، هيماتوجينس او دايركت. كلينيكال بيكتشر اسيمبتوماتيك، هنا الباراسايت في اليومن والسيست باس ان ستول، في الحاله دي بقول عليه سيست باسر، او سيمبتوماتيك يبقى في فيفر، في دايريا، في ديزنتري، ابدومينال بين، تندرنس، تينيزماس، بينفول سبازم اوف انال سفنكتر. وهنا قلنا الفرق بين الدايريا وبين والديزنتري، ان الديزنتري دايما معاه ميوكس وبلاد ومعاه تنزمس، يعني sense of heaviness أو false desire of defecation. العيان بيعمل straining أو بيحزق، وبعد ما يفضل يحزق جامد مفيش حاجة بتنزل، بيبقى مش قادر يقوم من على كرسي التواليت. يعني ده اسمه acute intestinal amebiasis أو chronic intestinal amebiasis. هنا في recurrent attacks of dysentery with intervening periods of constipation، يعني بالتبادل، يعني احيانا يبقى عنده دايريا، احيانا يبقى عنده كونستبيشن، بس الفيكسد فايندنج ان بيبقى عنده ويت لوس، يعني بيخس، وممكن يوصل لمرحله الكاشيكس ان هو يبقى جلد على عظم. في بعد كده الاكسترا انتستينال امبيزس، قلنا الاميبك ليفر ابسس اللي هو بيبدا في البدايه بهيباتايتس بعد كده بيبقى ابسس، فممكن اقول اميبك هيباتايتس، اميبك ليفر ابسس، اميبك لونج ابسس، اميبك برين ابسس، اميبك سكين ابسس. لازم افرق بين الباسيلر ديزنتري وبين الاميبك ديزنتري. اللي منكم ان شاء الله يشتغل بالديتريشن او تخصص اطفال هيلاقي دايما الام بتيجي هي تتكلم او يعني هي بتعبر عن الشكوى بتاع الطفل، تقول الولد ده مثلا عنده اسهال بيحزق، نبدا نسالها بقى يعني سخن، سخونيه عاليه ولا الحراره اقل من 38. عاده في الانتاميبا هيستولوجيكال الحراره ما بتعلاش قوي، لكن البكتيريا الحراره بتبقى عاليه. لو انا فحصت الاسطول
هلاقيه بلكي في الامابيك بالنسبه للديزنتري طبعا، لكن بالنسبه للعادي ما بيبقاش بلكي، بالعكس بيبقى قليل. البي اتش بيبقى اسيدك في الامابيك، بيبقى الكالاين في الباسيلاري. الاكس ريت هلاقيه سكانتي في الامابيك لكن ماسك في الباسيلاري، تلاقيه مخاط كتير جدا مع الباسيلاري وباص سيلز كتيره جدا مع الباسيلاري. الاثنين في الحالتين بقى فيه بلاد، بس في باسوبنومونيك ساين، يعني في حاجه كده علامه مميزه للاميبك ديزنتري، وهي وجود ديسنتجريتد ايزينوفيلز اللي بسميها شاركوت لايدن كريستالز، ومش موجوده مع الباسيلاري ديزنتري. طبعا لو انا شفت الانتاميبا هيستولوجيكا تروفوزويت وانا بفحص، يبقى خلاص حصل كونفيرميشن للدياجنوزس كده. في حاله الباسيلاري ما بتبقاش موجوده. Hepatic amebiasis trophozoites reaches the liver through bloodstream. أول ما بتوصل بتعمل إيه trophozoites دي؟ بتعمل amoebic hepatitis. إيه الأعراض بتاع amoebic hepatitis؟ بين right hypochondrium وenlarged tender liver. طب بعد كده تتحول لأبسس. إيه symptoms والsigns بتاع الأبسس؟ بيبقى فيه fever وleukocytosis وenlarged tender liver. نلاحظ حاجة، الفيفر والليكوسايتوز ثابتة مع كل أنواع الإكسترا انستاينال أميبك أبسس. كل أورجن في أبسس بسبب الإنتاميبا هيستوليتيكا هلاقي فيه فيفر في العيان ده وفيه ليوكوسايتوز. ليوكوسايتوز يا ولاد بتدلنا برضه على إن فيه سكندري بكتيريال انفكشن. طب البلمونال أميبيزيس تروفوزويتس ريتشز ذا لونج through bloodstream، وممكن زي ما قلت لكم برضو direct spread through diaphragm، direct spread من الليفر يعني. ايه الاعراض؟ fever leukocytosis قلت لكم ثابتين معانا، وفي حاجات بقى خاصه باللنج بيبقى في evidence of consolidation. يعني ايه consolidation؟ يعني منطقه معزوله او منطقه ما بيدخلهاش ولا يخرج منها هواء. الابسس may erode a bronchus and trophozoite appear in sputum. يعني لو عملت sputum analysis هنا هلاقي التروفوزويت. في قاعدة عايزة اقولها لكم مهمة جدا، تروفوزويت never insist in tissue. يعني تروفوزويت عمره ما يدينا سيست في التيشو. امتى يدي سيست؟ في اليومن اوف لارج intestine، غير كده ما يديش سيست. يبقى انا لما اجي افحص اي amoebic abscess في اي organ هتوقع ان هلاقي تروفوزويت، مش هلاقي سيست ابدا. حتى لما اجي اخد بايوبسي من الالسر اللي موجوده في الانتستين، فلاسك شيبد ألسر، باخد من الايدج بتاع الالسر ما باخدش من البيز، لان البيز فيه نكروتيك تيشو، الايدج ده بيبقى فيه تروفوزويت. كومبليكيشنز اوف اميبيزيس اميبوما، احنا قلنا دايما سيميوليت التيومر، وفي كمان perforation of ulcer خطيرة جدا لأنها ممكن تعمل peritonitis وتعمل hemorrhage، وفي stricture of colon نتيجة لل repeated healing by fibrosis، وممكن يحصل appendicitis لأنها في السيكم وقريبة جدا من appendix. Laboratory methods of diagnosis stool examination in acute amoebiasis examination of a fresh dysenteric fecal specimen or rectal scraping for trophozoites. يبقى في الأكيوت أنا بدور دايما، في الأكيوت هلاقي تروفوزويت على طول، هدور على تروفوزويت لأنه بيحصل له disintegration بعد ساعة تقريبا، فلازم أفحص العينة بسرعة جدا. أي عينة ستول تجيلي والعينة دي دايريك، يبقى لازم أفحصها بسرعة جدا قبل ما التروفوزويت يختفي. التروفوزويت بيبان كمطايل انتاميبا containing red cells، وده طبعا دايجنوستيك للاميبك ديزنتري. طب في حاله الكرونيك اميبيزيس اكزامينيشن اون ستول، هنا الستول بيبقى فورمد اور سيمي فورم. احنا عارفين الفورم بتاع الستول، الستول بياخد الفورم الثعباني اللي هو السنيك لايك، فلو لقيته سيمي فورمد او لوز ستول في حالات الايه، في حالات الكرونيك ممكن الاقيه سيمي فورمد او لوز او الاقيه فورمد. في الحالة دي بلاقي السيست دايما، في الكورونيك بلاقي السيست، وده indicate infection either by pathogenic انتاميبا هيستوليتيكا or non pathogenic انتاميبا ديسبار.
لو ما قدرتش اشوف في السيست بعمل كلتشر، بعمل مزرعة لعينة الدستور دي على سبيسيفيك ميديا. ممكن استخدم المناظير في التشخيص بقى، سيجمويدوسكوبي تو فيجواليز ذا ألسر. دي اول حاجة اشوف الليجن بنفسي، اعمل سكرابنج او اسبيريشن، اخد اسبيريشن او اخد بايوبسي عشان ادور على التروفوزويت. دايجنوزس فور اكسترا انستاينال اميبيزس، هشخصه ازاي؟ كلينيكال اكوردنج تو اورجان افكتد، لابوراتوري examination of aspirate from liver or lung في حالة وجود الأبسس طبعا، بدور على ايه؟ على انتاميبا هيستوليتيكا تروفوزويد. سيرولوجيكال تيست، بدور على انتجين انتاميبا هيستوليتيكا انتجين، وانا مصنعة عندي بالجينيتك انجينيرينج مونوكلونال انتي بودي، ما بيتفاعلش مع اي باراسايت غير الانتاميبا هيستوليتيكا. فلو حصل بوزيتيف رياكشن يبقى البلد ده فيه او السيرم ده فيه انتيجين، او بدور على الانتي انتاميبا انتي بوديز في السيرم. ممكن طبعا استخدم البي سي ار، الحاجات المهمه جدا بس للاسف بيبقى غالي. ممكن الاقي ليوكوسايتوزس ودي بتعني سكند بكتيريال انفكشن. ممكن استخدم الليفر سكاننج زي ما انتم شايفين هنا، الأميبيك ليفر أبسس واضح بلون أغمق شوية من السراوندينج. راديولوجي تو أسس دايفراد ليفل أند بالمونر ليجن، طبعا أنا بشوف الليفل بتاع الدايفراد لأن هو لو في أبسس في الليفر بيكبر حجم الليفر فبيضغط على الرايت كوبيلا بتاع الدايفراد فيرفعه لفوق، أقدر أعمل أسسمنت بالراديولوجي الحالة دي. التريتمنت في حالة الأكيوت أميبيزيس تريتد وز ميترونيدازول، وده اللي هو الفلاجيل في الصيدليات، في منه تركيزين في 250 ميلي جرام وفي 500 ميلي جرام للقرص الواحد. بدي العيان قرص 250 ميلي جرام ثلاث مرات في اليوم، يعني التوتال 750 ميلي جرام لمدة 10 أيام، وبديله بعد كده أيودو كينول. ريسنتلي نيدازوكزانايد ده very effective في علاج الأكيوت أميبيزيس. الأسيمتوماتيك أميبيزيس can be eradicated with أيودوكينول أو دايلوكزانايد فور ويت أو برومومايسين. الإكسترا انتستاينال أميبيزيس ممكن أدي المترونيدازول، ممكن أدي كلوروكين، والكلوروكين ده بيستخدم في علاج الملاريا ممكن برضو يدي نتائج كويسة، أو دايلوكزانايد فور ويت برضو ممكن يستخدم في الاكسترا انستاينال اميبيز. تريتمنت اوف اميبيك ابسس باي اسبيريشن اور اوبن سيرجيكال درينج، بشفط بقى كل الكونتينس موجوده في الابسس زي ما انتم شايفين كده اسبيريشن للابسس، والابسس ده هنا في الصوره دي موجود في الليفر. الماتيريال اللي طلعت بحطها في الدش، هيبقى الماتيريال دي لو جينا نوصفها بلاقيها سك شوكليت كولر لونها البني الغامق او انشوفي صوص زي صوص الانشوبه، في بص وفي تروفوزول. طبعا ما حدش يقول ان في سيست، يعني ده موضع سؤال ترو فولس او ام اس كيو. الموجود في الماتيريال بيبقى ايه؟ بيبقى تروفوزول. دلوقتي هنشوف مع بعض الفري ليفنج اميبا، ودي بتبقى أميبا ذات نورمالي انهابت ووتر سواء كان فريش ووتر أو بريكش ووتر أو وورم أو سولتي ووتر، بتعيش برضو في المويست سويل. البوتنشالي باثوجينيك فري ليفنج أميبا اللي هي بتأثر على الهيومن بينج وبتعمل ديسيز، هما تلاتة نيجلاريا فاولاري أكانثاميبا سبيشيس والليبتومكزيدا. بيهمنا منهم الاثنين الاولانيين النجلاريا والاكانثاميبا، طبعا موجودين في الووتر او السويل. نبدا بالنجلاريا فولاري. المورفولوجيكال فورمز عندنا 3 فورمز، ويمكن دي بتتميز بوجود
فورم تالت، لأن دايما البروتوزوا عندها two forms. فتروفوزويد بلاقيه أميبويد in shape، يعني irregular in shape. طبعا عارفين أي أميبا فهي بتتحرك بالسودوبودز أو الأقدام الكاذبة، بتلاقوا فيه extensions كده ولاد من الايه من الاكتوبلازم، فبيديها شكل دايما الريجولر. فما بقول كلمة اميبويد معناها الريجولر. طولها بيبقى حوالي 22 مايكرون وعرضها 7 مايكرون. جوه التروفوزويد في نيوكليوس واحدة، نيوكليوس دي ليها سنترال كيريوسوم وزنو بريفرال كروماتين. في بقى شكل تاني اللي هو الباي فلاجيليت فورم، يعني في فلاجيلا وده طوله 7 مايكرون، طوله 10 مايكرون وعرضه 7 مايكرون، وده رابيدلي موتايل، بيبقى بير شيبد. كلمة بير شيبد اللي هو الشكل الكمتري معناها ان ليه برود اند وليه نارو اند. الموتيليتي بتاعته بتبقى جيركي او سبيننج، اللي هو بيتحرك حركات زي حركات راقصة كده. في كمان السيست وده هو الدورمنت فور، بيبقى راوندد ان شيب، الديامتر بتاعه حوالي 9 مايكرومتر ان ديامتر، وليه ثيك دبل وول. وجواه نيوكليس واحدة برضو نفس الشيب بتاع نيوكليس اوف تروفوزويد. اللايف سايكل اوف نيجلاريا، هنا المود اوف انفكشن بيحصل ازاي؟ swimming in infected water، يعني المية محتوية على النجلاريا، وعادة بتلاقوها في حمامات السباحة اللي المية فيها ما بتتغيرش regular، ما بتحطلهاش كلور بكمية كافية. هنا swimming in infected water leads to entering of trophozoite to the nasal cavity. يبقى trophozoite هنا هو الانفكتيف ستيج، مع ان ليها 3 morphological forms، إلا إن الفورم الوحيد اللي يقدر يعمل infection هو التروفوزويد. بيدخل إزاي؟ بيدخل للنيزل كافيتي، يعمل penetration للميكوزا. إحنا شايفين دلوقتي في الصورة أهم كل الفورمز التلاتة موجودين في الووتر. التروفوزويد هيدخل جوه النيزل كافيتي، بيخترق الكليبريفورم بليد، يمشي مع الكورس بتاع الأولفاكتوري نيرف عشان يوصل إلى المينينجيز. الباثوجينيسيس أند كلينيكال بيكتشر، أولاً الديسيز ده اللي بيسبب النجلاريا اسمه أكيوت برايمري أميبك مينينجو إنكيفالايتس. وكل حاجة كل تسمية ليها معنى، أكيوت يعني ليه رابيد كورس وبيحصل صدم، برايمري يعني بيحصل فروم ذا ستارت، يعني مفيش عندي انتاميبا مثلا هيستولوجيكا في اللارج انتستين كبرايمري فوكس وبعتت حاجه سكندري للبرين، لا دي داخله النجلاريا دي على البرين فروم ذا ستارت. فقلنا برايمري اميبك عشان سببه اميبا، منينجو انكفلايتس معناها بتاثر على المينجيس بتاثر على البرين. يبقى الديسيز اسمه ايه؟ اكيوت برايمري اميبك منينجو انكفلايتس. طيب هنا تروفوزويد بيعمل ايه في البرين لما بيدخل؟ بيعمل انجيشن للسريبرال تيشو، فده طبعا هيعمل سيفير دامج، بيعمل كوما وبيعمل ديس. الكلينيكال بيكتشر والسي اس اف مانيفستيشنز او فيتشرز او الاناليسيس بتاع السي اس اف بيديني دايما صوره شكل الفيريلنت بكتيريال مننجايتس. والحقيقه ان كل الدكتورز لما بيشوفوا الاعراض دي على البيشنت اول حاجه بيجي في المايند بتاعهم ان ده على طول بكتيريال مننجايتس، محدش بيجي في دماغه انها ممكن تكون فري ليفنج اميبا يعني. فدايما احنا نحط في المايند الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الحاجات دي عشان نوصل لتشخيص صح. طبعا بيدوا انتي بكتيريز، يعني بيدوا انتي بايوتكس كتيره ومفيش اي ريسبونس لان السبب مش بكتيريا. الديسيز ده ليه أكيوت أونست، معناها إن ليه شورت إنكيبيشن بيريود، ليه رابد كورس بيحصل صدم. الإنكيبيشن بيريود هنا من 1 لـ15 يوم. بتبدأ الأعراض بسور ثروت وراينيتس وفيفر، التلاتة دول مشتركين مع الكومن كولد. فعادة العيان بيعتقد أو هو اللي حواليه إن هو خد برد، عنده شوية برد،
يعني رانينج نوز كده وبيرشح ومش عارف يبلع كويس وفيفرش. بعد كده تحصل signs of increased intracranial tension اللي هي بتبقى severe headache وبيبقى persistent، بيبقى فيه projectile vomiting يعني forced vomiting، وبيبقى فيه neck rigidity، وفي disturbance في ال sense of smell and taste. بيحصل كوما والدس within 3 to 7 days from infection. لاحظوا يا ولاد انه يعني ما بيتلحقش، العيان ده ما بيتلحقش. يعني هو كان في ممثل مصري مشهور طلعت زكريا الله يرحمه، هو كان اصيب بالمرض ده، وكان بيحكي يعني ان هو كان اشترى فيلا جديدة وفي حمام سباحة في الفيلا، فهو من فرحته بالفيلا الجديدة فنزل حمام السباحة، بعد كده حس بأعراض برد، وبعد كده بدأ يحصل له المشكلة دي، وربنا سبحانه وتعالى شفاه يعني. فكان يعني من الحالات النادرة اللي هي بتنجو من المرض ده. ال diagnosis clinical picture and history of swimming in pools. طبعا كل diagnosis عندي في parasitic disease بعمل أول حاجة clinical، بعد كده بدخل على ال laboratory microscopic examination of the turbid CSF. طبعا diagnostic by detecting ال active motile trophozoite with no bacteria. لو شفت التروفوزويت خلاص يبقى انا كده شخصت الحالة، التروفوزويت كده هو diagnostic stage. ممكن اخد عينة من ال CSF وافحصها بعد ما اسبغها، يبقى في stained smear by جيمسة، اسبغها بصبغة الجيمسة وافحصها برضه. عايزة اتأكد ان هي نجلاريا اعمل ايه؟ اخد دروب من ال CSF احط عليه distal water، ده هيخلي التروفوزويت يتحول او يحصل له ترانسفورميشن انتو فلاجيلار فورم، تحول الى الباي فلاجيليت فورم. فلما افحص بقى بعد ما حطيت الديستال ووتر ولقيت الباي فلاجيليت فورم يبقى ده فعلا كان ايه، كان نجلاري. ممكن كمان اعمل مزرعه كلتشر اون سيمي سوليد اجار، وهنا السيمي سوليد اجار بيبقى مدعم بالايكولاي بكتيريا، ولاحظ ان النجلاريا بتاكلها، يعني النجلاريا شرسة جدا، وده فرق بينها وبين الأكاثاميبا في المزرعة يعني. antigen detection by immune fluorescence and ELISA tests. طبعا ال antigen detection احنا قلنا ان هو more accurate عن ال antibody detection، انا يعني هنا بدور على antigen باستخدام monoclonal antibody، ما بيتفاعلش مع حاجة خالص الانتي بودي ده غير مع الانشن سبيسيفيكلي يعني. ممكن طبعا استخدم البي سي ار البوليميريز تشين رياكشن. هو مشكله البي سي ار يا اولاد ان هو غالي، بس يعني دايما بنبدا مع العيان بالحاجات اللي هي الارخص، الحاجات اللي هي النون انفيزيف. التريتمنت امفوتريسين بي بياخد 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام بير دي، او ممكن كمان استخدم الميكونازول، وده بيتاخد انترافينوس او انتراتيكالي. الاثنين دول يا ولاد دراجز دول كانوا يستخدموا كانتي فانجل دراجز، لكن ثبتوا انهم افكتيف في علاج النجلاري. البريفنشن والكنترول هنشوف المود اوف انفكشن ونحاول ايه، نحاول نقطعه. البريفنشن والكنترول محدش يحفظ بريفنشن وكنترول، في ايتمز ثابتة عندي وفي ايتمز انا بستنتجها من اللايف سايكل. يعني عندي الهيلث education ده ثابت مع كل الباراسيتيك ديسيز بريفنشن وكنترول، في هيلث education. الحاجات المتغيرة بقى ان انا بحاول اقطع الايه، اقطع اللايف سايكل، بحاول امنع المود اوف انفكشن. فهنا مثلا لاحظوا swimming in stagnant warm fresh water is prohibited، او المياه راكدة ومش متغيرة في حمامات السباحة لا داعي، يبقى ممنوع السباحة فيها. سوبر كلورينيشن of the suspected fresh water is necessary. الكونسنتريشن بيبقى 2 بارت بير مليون من الكلور، يعني بحط كلور للفريش ووتر، ودايما دي في النوادي في حمامات السباحة في النوادي بتلاقيهم بيغيروا المية وبيحطوا كلور قبل استخدام حمام السباحة بتلت ساعة أو بنص ساعة. لازم يضاف له كلور والتركيز بتاعه بيبقى 2 بارت بير مليون. النوع الثاني من الفري ليفنج اميبا، الاكانثاميبا سبيشيس،
ليها two morphological forms only، عندها تروفوزويت وعندها سيست. التروفوزويت ليه رف اكستيريور وليه several projections، يعني اشواك كتيره جدا مغطيه جسم البروتوزون ده. الاشواك دي اللي هي الاكانثوبودا، عشان كده سموها ايه اكانثاميبا، اللي هي الاميبا ذات الاشواك. الحركه بتاعتها بتبقى slowly، يعني which move slowly، the average diameter being 30 micron. النيوكليوس بتبقى نفس النيوكليوس بتاعت النجلاريا، يعني فيها central كريوسوم with no peripheral كروماتين. السيست راوندد وفي سنجل نيوكليوس برضو، والاوتر وول بتاعه بيبقى رينكلد، رينكلد يعني مجعد. الديسيز اللي هتسببه بتعمل جرانيولوميتس اميبك انكيفالايتس، ممكن تعمل كيراتايتس وكورنيال ألسريشن، خصوصا في الناس اللي بيستخدموا العدسات اللاصقة وهي بتبقى عايشة في السوليوشن اللي بينظفوا بيه العدسة، في المحلول بتاع تنظيف العدسة دي بتبقى موجودة الأكانثاميبا فيه. وممكن كمان تعمل جرانيولوميتس سكين ليجن، هي بتاخد 3 organs، بتاخد البرين وبتاخد الكورنيا وبتاخد السكين. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، عندنا نوعين من الاكانثاميبا، في الاكانثاميبا كاستيلاني وفي الاكانثاميبا بوليفاجا، الاثنين بيبقوا اوبورتونيستك، ودي من اشهر الاوبورتونيستك بروتوزوا. وكلمه اوبورتونيستك يا اولاد يعني نهاز الفرص، يعني ايه نهاز الفرص؟ ما يصدق ان الجهاز المناعي يبدا يعني ها يتعب شويه، يحصل immune deficiency، يبدا يدي vigorous reaction، ويدي صوره صعبه جدا من المرض ويبقى شرس جدا. طب لو الجهاز المناعي competent، يعني very good، ما فيش فيه اي مشاكل، شغال كويس، هلاقي الصوره بتاعه disease تبقى ايه؟ تبقى mild، تبقى moderate. فقالوا على الباراسيتك diseases دي اللي هي بيسببها البروتوزون اللي بيتغير مع تغير المناعة ده، قالوا ان البروتوزون ده يبقى opportunistic. تمام، فعندي من اشهر البروتوزوا اللي هي opportunistic هي الاكانثاميبا. moist soil and دي بتعيش فين؟ يعني بتعيش في moist soil and in fresh brackish warm water، في مناطق كتيرة جدا around the world. الديجرام ده بيوضح اللايف سايكل اوف اكانثاميبا سبيشيز. زي ما انتم شايفين يا اولاد واخد ارقام، رقم واحد ده اللي هو السيست، ورقم اتنين التروفوزويد، وموجودين في الووتر او في السويل، بيحصل ترانسفورميشن بين الاثنين، يعني بيتحولوا السيست بيتحول لتروفوزويد، التروفوزويد بيتحول لسيست، الاثنين هيكونوا انفكتيف ستيج. فهنشوف في الستيج نمبر 4 اميبا اللي هي الاكانثاميبا، يعني سيست اند تروفوزويدز كان انتر هيومنز ان فيريس ويز. هنا بيقصد السيست اند تروفوزويد، وده اختلاف بينه وبين النجلاريا. في النجلاريا خلي بالكم، في النجلاريا كانت التروفوزويد فقط هو اللي يقدر يدخل جسم الانسان عن طريق النيزل كافيتي، هنا الاثنين يقدروا يدخلوا جسم الانسان عن طريق ايه؟ في هنا 3 روتس، نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7، هي دي الروتس اوف انترانس. فتعالوا على اول واحده نمبر 5 دي ثرو ذا اي، بيدخل من خلال طبعا قلت لكم السوليوشن اللي بننظف بيها العدسات اللاصقه، وبيعمل كيراتايتس جرانيولوميتس كيراتايتس. نمبر 6 بيدخل ثرو نيزل باسجز to the lower respiratory tract. number 7 through ulcerated or broken skin. يبقى دول التلات اماكن اللي ممكن يدخل منهم السيست او التروفوزويد بتاع الاكانثاميبا. لو بصينا على الليفت سايد كده في الدياجرام ده هنلاقي الديزيزز اللي بيسببها الاكانثاميبا. number 1 result in severe keratitis of the eye. number 2 result in granulomatous amoebic encephalitis and or disseminated disease. امتى يحصل بقى disseminated disease وتبقى vigorous بقى وياخد rapid course؟ in individuals with compromised immune system، الناس اللي عندها
مشاكل في الجهاز المناعي. Number 3 results in granulomatous amoebic encephalitis أو disseminated disease أو skin lesion in individuals with compromised immune system. مع بعض مقارنة بين النجلاريا والأكانسامير. النجلاريا دايما affect the children and young adults. الأكانسامير بقى affect debilitated chronically ill أو low immunity. طبعا عشان هي احنا قلنا انها ايه opportunistic. بالنسبة للليجن النجلاريا بيبقى diffuse meningoencephalitis وعرفنا الانتروفوزويد بيعمل انجيشن للسيريبرال تيشو. الاكانثاميبا بيبقى فوكال جرانيولوماتوس سبيس اوكيباينج ليجن. لو بصينا على الكورس بتاع الديسيز بقى هنلاقي ان جلاريا رانز رابيدلي فيتال كورس، يعني الدس بيحصل قلنا خلال اسبوع بيحصل دس، من 3 ل 6 او من 3 ل 7 ايام بيحصل دس. اما في حاله الاكانثاميبا فرانز سب اكيوت اور كرونيك كورس، يعني بيقعد من أسابيع لشهور لسنين، يعني ممكن يقعد أسابيع، ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد سنة. طيب بالنسبة للنجلاريا لازم فيه history of swimming in natural water or swimming pools، لازم يبقى فيه history of swimming. بالنسبة للأكانثاميبا not strongly associated with swimming. طيب نشوف الدياجرام ده بيوضح المود اوف انفكشن. هنا الانفكشن اوكيرز through the nasal route في حالة النجلاريا، وبعدين الكريبري فورم بليت، وبعدين الاولفاكتوري نيرف عشان يوصل للبرين. في حالة الاكانثاميبا الانفكشن اوكيرز on lower respiratory tract ulcerated skin or mucosa او blood stream للCNS. The prevention and control of free living amoeba. Swimming in stagnant to warm fresh water is prohibited. Superchlorination of suspected fresh water is necessary. Part 2 part per million of chlorine is used 30 minutes before use. نفس الكلام اللي قلناه في النجلاريا، بس هنا هزود care of contact lenses in case of acanthamoeba species، وده مهم جدا. الناس اللي بيستخدموا الاي لينسز لازم يهتموا بالسوليوشن اوف كلينينج، ولازم السوليوشنز دي تبقى سترايل. البلانتيديوم كولاي ده الاكزامبل اوف سيليتس. الديسيز اللي بيسببه بيسبب البلانتيديزس. الديستريبيوشن كوزموبوليتان يعني وورلد وايد. الصورة دي بتوضح البيجز في مزارع البيجز. دايما الناس اللي شغالين في مزارع البيجز هم عرضة للإصابة بالبلانتيديزس، بيعملوا هاندلنج للبيجز وبتعرضوا، لأن الفود أو الدرينك بتاعهم يبقى كونتامينيتد بالستول بتاع البيجز. وهنا البلانتيديوم كولاي سيست اللي هو الانفكتيف ستيج باس ان ستول اوف بيجز. الدياجنوستيك ستيج هي بتعمل ديزنتري، يعني بلانتيديوم كولاي زي الانتيمبس ريتك بتعمل ديزنتري. فلو في ديزنتريك ستول او في اثناء الدايريا انا بشوف التروفوزويد، لو فورمد ستول في الكرونيك كيسز انا بشوف السيست. عشان كده الدياجنوستيك ستيج هي التروفوزويد اند سيست، لكن الانفكتيف ستيج هي السيست اونلي. تعال نشوف التروفوزويد بيبقى اوفال 60×40 مايكرون، طبعا covered بالسيليا. ليه excretory vacuole ثابتة في البوستيريور اند اسمها cytobiage، وليه cytostome او ماوس حاجة كده represent الماوس فتحة ثابتة برضو في الانتيريور اند بتاعته. ليه 2 nuclei، بص كده على النيوكليوس، في المايكرو نيوكليوس دي for reproduction، وفي المكرو نيوكليوس دي for metabolism. عندنا كمان السيست بيبقى اسفيريكال، الدايمتر بتاعه 55 مايكرون، ليه سيك سيست وول، وفي برضو التو
نيوكليون. الانفكتيف ستيج هي السيست زي ما قلنا، ديجنوستيك ستيج هي توبوزويد اند سيست. اللايف سايكل ريزرفوار هوست البيجز والمانكيز اند راتس، بس المين ريزرفوار يا اولاد هو البيجز. الهابيتات اللارج انتستين اوف مان بيجز مانكيز اند راتس. لاحظوا الانترميديت سيلوتيكا ما كانش ليها ريزرفوار هوست. الانفكتيف ستيج هو الماتور سيست. المود اوف انفكشن زي المود اوف انفكشن بتاع الانترميديت سيلوتيكا، بس ممكن ازود هنا الهاندلنج اوف بيجز. Ingestion of mature cysts through auto-infection ممكن contaminated food or drink بالcyst، وممكن by ماسكة. ماسكة دي اللي هي ذبابة المنزل زي ما قلنا انها بتقف على الاسطول وبتقف على الاكل والشرب، فممكن تنقل cyst. الديجرام ده بيوضح life cycle. طبعا ingestion للcyst بتتفتح cyst وبتحول الى تروفوزويت. تروفوزويت يبقى موجود في اللارج انتستين، بيبدا يلزق على الميكوزا ويعمل برضو ألسر، او يتحول وهو جوه اليومن الى سيست، والسيست تنزل في الاسطول. سيست هاتشز ان ذا لارج انتستين جيفز تروفوزويت ذات انفيدز ذا ميكوزا اند تشينجز تو cyst form after several reproductive cycles that comes out with stool. دايما بشوف السيست في الستول. Reproduction occurs by simple binary fission. دي طريقة الريبرودكشن، يا إما بالsimple binary fission يا إما بطريقة اسمها conjugation. الباثولوجي هنا تروفوزويت secretes proteolytic enzymes and by movement of cilia Sebaceous invade mucosa of large intestine leading to ulceration. فاكرين طبعا الحكايه دي كانت بتحصل مع الانتميوس سيروتيكا، ان التروفوزويت يلزق على الميكوزا ويبدا ينقرب كده في الميكوزا ويحفر فيها ويعمل لي ألسر. الألسر هنا شكل الألسر بتاع الانتميوس سيروتيكا، ليها نيك طويله زي ما انتم شايفينها وليها وايد بيز. برضو لو خدت بايوبسي هلاقي في الايدج بتاع الالسر هلاقي التروفوزويت. دايما البيز بيبقى فيه نيكروتيك تيشو، فما باخدش البيوبسي بتاعتي من البيز ابدا لان بيحصل سيكندري بكتيريال انفكشن. المفروض اللي حصل في الانتميوس سيروتيكا ان هو التروفوزويت بدا يحفر جامد في البيز لحد ما وصل للايه، عمل اروجن للبلاد فيسل كده ودخل جوه البلاد. طيب التروفوزويت ده ما يعمل كده زيها، ما هو بيعمل نفس الليجن، ليه ما بيعملش كده زيها؟ وبقول there is no extra intestinal lesion. ليه؟ لان هنا التروفوزويت الحجم بتاعه كبير فما بيقدرش يعدي للسيركيليشن. The complications of balanitidiasis طبعا دي ألسر، ممكن الألسر يحصل منها هيموريج، ممكن بريتونيتس نتيجة للبرفوريشن، ممكن ابنسايتس نتيجة لان الليجن بقى فيه السيكم يعني جنب الابندكس، ممكن افكت الابندكس. الكلينيكال بيكتشر عندنا الاسيمتوماتيك كارير السيست ان ستول اونلي، يعني بتكتشف دايما بالصدفه لانه ما عندوش اي اعراض، بس بيجي يعمل ستول اناليسيز يقولوا له ده فيه، يطلع له ريبورت ان فيه سيست بتاع البلانتيديوم كولاي، او يبقى فيه اكيوت انفكشن. دي قاعدة في حالة الأكيوت إنفكشن، لو الليجن في السيكم دايما بيبقى مانيفستد بدايريا، لو الليجن في السيجمويد أو الريكتال كولون دايما بيبقى مانيفستد بديزنتري. ديزنتري دي قلناها مع الانتميوس سيروتيكا، الفرق بين الديزنتري والدايريا. الديزنتري بيبقى فيه دايريا بس فيها ميوكوس وفيها بلاد ومعاها تينيزموس. تينيزموس اللي هو الفولس ديزاير اوف ديفيكيشن، بتخلي العيان يعمل سترينج او يحزق كتير. التروفوزويت في الحاله دي بيبقى هو اللي في الستول مش السيست في حاله الديزنتريك ستول، او يبقى مانيفيستد بكرونيك انفيكشن. مانيفيستد بايه بقى؟ دايريا الترنيتنج ويز كونستيبيشن سيست اونلي ان ستول. نو اكسترا انتستينال ليجن از انتميما سيروتيكا، لان الباراسايت طبعا قلنا ايه، large in size بيبقى 60 × 45 micron and can't pass to blood vessels.
diagnosis, clinical picture أو stool examination to see trophozoid in acute dysentery and cyst only in chronic cases. ممكن استخدم منظار sigmoidoscopy to visualize the ulcer أو أعمل scraping والألسر دي أو أعمل aspiration أو أخد biopsy to see trophozoid. Treatment metronidazole اللي هو الفلاجيل 250 ملي جرام 3 times daily for 7 days. ممكن أدي برضو tetracycline 500 ملي جرام برسك كل 6 ساعات for 10 days. A control treatment of cases and carriers. Personal hygiene مهم جدا طبعا. Safe water supply and sanitary sewage disposal. Sewage disposal يا ولاد يعني الصرف الصحي، الصرف الصحي مظبوط، مية شرب نظيفة. Personal hygiene يعني اغسل ايديه بعد التويلت دايما، بعد الهاندلنج اوف بيجز يغسل ايديه كويس. ماسكا كنترول لانها ليها دور في نقل الايه السيست. Handling of pigs with care to avoid contaminating the hands or drinks of men with pigs stool containing mature Balanitidium coli cyst.